الصالحين. تحيط بك تلك الهالة البيضاء المتوهجة من عظيم الإيمان والتقوى التي لا تظهر إلا حول الرجال القلائل من التقاة العباد وذوي النوايا الطيبة تجاه الجميع. سنفتقد صوتك، كلماتك، شهامتك، إنسانيتك، كرمك، وصورتك البهية الراسخة في ذاكرتنا. نم قرير العين، فقد تركت بيننا من نهل من سمو تربيتك واستمد من كرم أخلاقك الكثير. يا من تعلمنا على يديه إضفاء اللمسة الإنسانية عند تطبيق القانون، أنت الذي كنت رحب الصدر تغادر مكتبك فرحا مبتسما راضيا كلما توفقت في إصلاح ذات البين بين خصمين وطويت النزاع بينهما إلى غير رجعة. وداعا أيها الرجل الباقي في قلوبنا وذاكرتنا، يا راحلا عن الدنيا وتاركا ذاكرتك باقية وأنت مخلد، يقول أحد الشعراء أن أقصى وأشد أنواع الرحيل أن يرحل عنا ولا يرحل منا. وستظل روحك وذكراك بيننا ورسمك في القلب لم يزل يتجدد. اللهم ارحمه واجزل له المغفرة والرضوان. آمين. وأسكنه على غرف الجنان. آمين. وارزق أهله وخلانه وأحباءه حسن العزاء وجميل الصبر والسلوان، وبوئه مقعد صدق عند مليك مقتدر. آمين. مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين. وحسن أولئك رفيقا. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. جينا اليوم لجنازة رجل عظيم كما قال الأستاذ الكاملي، يعني من أولياء الله الصالحين فعلا، ونحن نشهد بذلك يعني كممارسين في مهنتنا المفوضين القضائيين، كنشهدوا على حقائق. كان السيد الوكيل آنذاك في الأستاذ المرحوم السي عبد الرحمن فائق تحت عليها واحد المبدأين كنقولها دائما في التنفيذ، وهو ربما اللي ربنا على هذه المسألة، اللي هو أنه التنفيذ تعطي ذاك الطابع الإنساني، يعني في إطار ارحموا عزيز قوم دل كما كان يقول دائما. والنقطة الثانية يعني كيدعو بالرحمة، وبالتالي الشق الثاني هو أنه كان تحتنا على الحرص على النتيجة الإيجابية التنفيذ في نفس الوقت. يعني هذه شهادة لله عشنا معها في على هذا الأساس، والحمد لله الرجل انتقل إلى جوار ربه، ولكن الحمد لله يشهد الجميع بأنه خلف هامات كبيرة تبوأت يعني مناصب عليا في إطار وخصوصا القضاء الوقيف، نموذج الأستاذ الكاملي وكيل الملك يعني في قلعة السراغنة، الأستاذ الحلو أستاذ شاكي برزوقي، أستاذ درقيق حاليا، يعني من الناس اللي كانوا بجنبه والحمد لله مشاو على النهج ديالو. وبالتالي اللي خلى كما نقول لما أخلى الخلاف راه ما مات، وراه الرجل دائما في قلبنا وفي الذكرى ديالنا. شكرا. البروفيسور حمد المنصوري صهر الفقيد الأستاذ المرحوم السي عبد الرحمن الفايق الفقيد، وكيف سمعته في الكلمة التأبينية ديالو منه كان إنسان رجل قانون، وكان الحس الإنساني يغلب عليه في تطبيق القانون. كان مسؤولا في مدينة أكادير ومسؤولا في مدينة مراكش، وكان كل يوم يخوض معارك كبرى من أجل الصلح بين المتخاصمين، وكانت ينجح وكانت يلقى السرور الكبير عندما ينجح في الصلح بين الناس. كان دائما الباب ديالو المكتب ديالو مفتوح لجميع المواطنات والمواطنين، كانت الدار ديالو معروفة بالكرم. الله يرحمه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.